كده كويس. هنقعد كده كويس، هنقعد كده. ممكن ايه نعمل كده، ننزل كده يلا مع بعض. لا في النص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقه قناه التصوير المصري. معكم احمد فتحي. حلقتنا النهارده حلقه جديده في كورس تصوير وفوتوغرافي للمبتدئين. بس قبل ما نخش في موضوع الحلقه، صلى على النبي، كلنا ناخد الثواب، نخش في موضوع الحلقه. موضوع الحلقه النهارده هو الكومبوزيشن او التكوين. خدنا كام محاضره عن الكاميرا والتصوير بالكاميرا والعرسه العرسه كله منصب عن الكاميرا يعني. طب لما اجي اصور، انا اتعلمت ده كله، اصور ازاي؟ يعني اخد الزاويه ازاي؟ برفع الكاميرا كده وهوبا اصور وخلاص، عجبني السما فبصور السما وخلاص، فاهم يعني؟ اكيد في قواعد بتحكم الموضوع ده. اكيد ما بقدرش ارفع الكاميرا وصور وخلاص بدون اي مغزى. فعندنا قواعد كتير في التصوير، بس انا هذكر لك منهم اهم القواعد او الحاجات اللي انت تشوفها. طبعا لكل قاعده شواذ، اتعلم القاعده وباكثرها بعدين مش مشكله. يعني لك القواعد اتعملت عشان تتكسر، انا مع المقوله دي في بعض الاحيان مش دايما. بس خلينا نتكلم في قاعده مثلا زي قاعده السيمتريه. قاعده السيمتريه اللي انا حاليا بستعملها وانا بتكلم معاك وبشوفك وبصور. السيمتريه ان انت تبقى في نص الكادر، او الشيء في نص الكادر، او الشخص في نص الكادر، المسافه اللي على اليمين هي تساوي المسافه اللي على الشمال، ولو اليمين شبه الشمال فده السيمتريه الصح. يعني دلوقتي انا سيمتريه بس مش قوي، هنا في شجره وهنا ما فيش شجره. لو هنا في شجره يبقى سيمتريه بيرفكت 100%. السيمتريه هو ان انت توظف الشخص او الشيء في النص يكون زي يمينه زي شماله، او يمينه متطابق مع شماله. دي سيمتريه. عندك قاعده، وقاعده مهمه جدا جدا، او رول مهمه جدا جدا، وهي الرول اوف ثيرد، قاعده التلت او التلت والتلتين او التلات اتلات. كلنا في موبايلاتنا وفي كاميراتنا في حاجه اسمها جريد. الجريد ده بيقسم لك الشاشه لتسع مربعات، خطين كده في النص وخطين في بالطول. ايه الخطوط دي؟ مش معموله هباء كده يعني، هي مش هباء خالص يعني. الثلاث خطوط دول او الثلاث تقسيمات دول عشان تعرف تقسم صورتك الفوتوغرافيه. بصور بحر وسماء ومشهد جميل رائع فيه رمله وبحر وسماء، اقسمها ازاي؟ اخلي الصوره كلها سماء وحته بحر وحته رمله، ولا الصوره كلها بحر ورمله والسماء مش موجوده؟ ما هو عامل لك كده عشان تقسم صوره زي كده. ممكن اخلي التلت اللي فوق سماء، التلت اللي في النص بحر، التلت الاخير رمله. ممكن لو بصور البحر والسماء بس اخلي تلتين للبحر وتلت مثلا للسماء، حسب انا عايز اعمل ايه او اظهر ايه. فدي قاعده التلت والتلتين، ودي قاعده مهمه جدا 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 في تقسيم صورتك الفوتوغرافيه، خصوصا لو انت راجل بتصور لاندسكيب كتير. عندنا قاعده ثانيه من نفس الجريد، من نفس الخطوط دي، قاعده ان اي تقاطع بين اي نقطتين من الجريد ده فهي نقطه قوه في الصوره. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو بصور شخص عادي ان انا اجيبه يمين الكادر شويه، بحيث ان انا اخلي التقاطع بتاع الجريد الخطين مع بعض يكون على وشه او على عينه، فيبقى الصوره فيها مظهر قوه. فاي تقاطع من النقط دي مظهر قوه في الصوره او مكان كويس تصور منه. بس فكره هنا ان انت توظفه صح، ما تجيبليش الشخص تحت خالص كده وتجيبه في النقطتين اللي على التقاطع اللي على اليمين تحت وتقول لي ده كده حلو، لا، حسب الوضع اللي بصوره ايه. عندنا رول كمان، ودي رول مهمه اسمها ليدنج لاينز او الجايد لاينز. دي بحيث لما يكون في الكادر خطوط او منظر كده مثلا زي خط في الارض، قضيب قطر، حاجه زي كده، عين المشاهد بتروح يعني لاخر الحاجه دي. يعني لو انا بصور شخص ساند على حيطه، الحيطه دي مرسوم عليها خطين، وانا جبت الكادر من يميني ان الخطين قبل الشخص، طبيعي عين المشاهد بتروح دايركت على الشخص. فدي قاعده الخطوط الداله او ليدنج لاينز، القاعده دي مهمه جدا ومفيده جدا. عندنا كمان قاعده مهمه هي قاعده الاعداد الفرديه، اللي هو لو بتصور مثلا ثلاث عصافير على غصن شجره، فالتركيز تلقائي بشريا بيروح للشخص او الشيء اللي في النص. ثلاث عصافير، عينها هتروح للعصفوره اللي في النص، ده شيء طبيعي، واي حد هيشوف الصوره عينه هتروح كده على طول. في قاعده اسمها فيلتر فريم، املى الاطار بتاعك، املى الكادر بتاعك. دي بتستخدم اكتر في مثلا لو انت بتصور بورتريهات، فانا ممكن ان دور او اوت دور انا عايز املى الكادر بالشخص، مش عايز اجيبه مثلا يمين قوي وباقي الكادر فاضي، لا، انا ممكن اخد كادر بورتريه للشخص كله مليء الكادر. ممكن اخد منظر طبيعي، ما يبقاش المنظر مثلا هنا وانا واخده بزاويه جايب المنظر في الشمال ويميني فاضي، لا، فيلتر فريم، انا بملى الاطار بتاعي، بملى الكادر بتاعي بالعنصر اللي انا بصوره. يعني ده شيء مهم ان انا اصلا عايز ده، عايز اللي يشوف الصوره عينه تروح للشخص ده. قواعد التصوير كتير وقواعد الكومبوزيشن كتير، انا مش عايز اوجع دماغك بيها، لان في قواعد كتير قوي ممكن تكون ما سمعتش عنها، ورسومات كده وخطوط وجولدن مش عارف ايه وجولدن رول والكلام ده في كتير. بس انا مش عايز، يعني دول حاجات مهمه او اكتر حاجات بنستعملها في تصويرنا. انت عايز ابحث على اليوتيوب، على الفيسبوك، على جوجل، هتلاقي ناس شرح الموضوع ده بشكل بالصور كمان، هتلاقي صور كتير الموضوع ده، بس مش هتستعملها كلها. يعني احنا بناخد الاساسي بتاعنا، وبرضو انت عينك ليها وجهه نظر، انت ممكن تشوف صوره تكسرها بقاعده الصوره تطلع جميله مش وحشه. فعشان كده انا بشرح لك الاساسي او اللي انت ممكن تستعمله او اللي ينقذك في اول طريقك، مش شرط تكون عندك كل حاجه في القاعده، لان القواعد دي كتير جدا. وبس كده، يا رب اكون فدتك،
ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو، ومتنسانيش من دعائك بعد اذنك، وسلام.